نقلية سميحة للعبوات الناسفة. فري ديليفري شام بيروت خدمة ممتازة. بهذا الأسلوب التهكمي اللاذع أطلق الناشطون على موقع تويتر هاشتاج هيدي مش محكمة رفضا للحكم الصادر بحكم شال سميحة. الغضب الشديد دفع المغردين إلى حد القول يا ريت بجد فيك، كما دعوا إلى إسقاط المحكمة العسكرية باسم الشعب اللبناني. وهنا ابتكار في نعي المحكمة العسكرية جراء تعرضها لعارض صحي أليم أدى إلى إصدارها حكما بالسجن 4 سنوات ونصف على المجرم المعترف بجريمته. المحكمة العسكرية وبحكمها المشحف بحق الشعب اللبناني حفرت قبرها بيدها، هذا ما أكده أحد المغردين، فيما استنكر أحدهم بأن ثمن حياة البطريرك الماروني ومفتي الشمال بنظر المحكمة العسكرية يساوي 4 سنوات و5 أشهر سجنا. وكتب مغرد آخر: أخلت سراح قاتل الضابط سامر حنة بعدما كرمته في غرف احتجاز الضباط وأصدرت حكمين فكاهيين تكريما للعميل كرم والإرهابي سميحة. وفي السياق نفسه طرح السؤال: شو ناطرين من هيك دولة؟ من ضمن ردود الفعل أيضا: هيدي مش محكمة، هيدا اجتياح إيراني سوري للبنان ومؤسساته، هيدا فندق لعملاء إسرائيل وسوريا. المحكمة العسكرية غير مطابقة لمواصفات ميزان العدل والعدالة، كتبت إحداهن. لو كانت جريمته اكتملت يمكن كان أخذ براءة وجائزة كمان. المغردون سخروا من الحكم بالمقارنات، لو كان مهرب حشيشة كان انحكم أكتر. زعزعة الأمن والاستقرار بالتغريد فيها محاكمة وسجن سنين، بس نقل المتفجرات حلال. يقال إن المحكمة العسكرية خفضت مدة عقوبة سميحة خلال نقله المتفجرات لوجود طفاية ومثلث الخطر طبقا لقانون السير الجديد. محكمة على مين؟ تفجير البلد أهون من وجود مخالفة حزام الأمان. وإلى جانب هاشتاج هيدي مش محكمة ظهر هاشتاج هيدي مسخره.